أبرز وأكبر المعارض في مصر والشرق الأوسط، حيث يبدأ معرض لومارشي لكازا للأثاث والديكور في استقبال جمهوره صباح هذا الخميس بمركز مصر للمعارض الدولية محور المشير التجمع الخامس، ويستمر حتى الأحد 21 أبريل. تقام فعاليات المعرض داخل قاعات مجهزة ويضم مجموعة منتجات متنوعة تبدأ من الأثاث المنزلي والمكتبي والأدوات الصحية والمطابخ. يعد المعرض حدثاً كبيراً في عالم المعارض في مصر باعتباره يشهد توحيد جهود أكبر معرضين على مدى أكثر من 25 سنة، ويقدم أحدث المنتجات لدى أكبر شركات الأثاث والإكسسوار والديكور وأبرز الأسماء المعروفة في هذه المجالات، مع مجموعة من أقوى العروض والخصومات المذهلة وتسهيلات غير مسبوقة في السداد والتقسيط حتى 36 شهراً. ويعد معرض لومارشي لكازا نافذة تسويقية مهمة تعمل على تشجيع الصناعة المحلية في مجال الأثاث الديكور والإكسسوار، ويعتبر أحد أهم منافذ التصدير للخارج.